كابتن طارق، السؤال اللي انا بقعد اساله للساده المشاهدين دائما وبساله للعموم، يعني بعد كل فترات النجاح اللي انت عشتها في التدريب في الكره المصريه، حاسس انك مقدر ولا مظلوم؟ يعني عاوز اقول لك ان السنه دي طبعا ما فيش شك، طبعا انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان في توفيق كبير جدا في العمل طبعا، وان ما فيش شك انا مريت بظروف صعبه يعني في فترات كتير جدا، وده العادي بالنسبه للمدرب ابسط داون طبعا، مره يبقى فوق 100% ومره يبقى تحت، وده بيمر بيها كل نجوم العالم في التدريب. صح، انا مريت بيها بشكل كبير جدا في مراحل حياتي. لكن مش عاوز اقول لك كانت بتبقى ليا دفاعيه كبيره جدا، بتعمل لي دوافع كتير جدا وتديني فرصه حتى ان انا ارجع نفسي في قرار اخذته خطا، في تفكيره، في استراتيجيه، في الشكل. المراجعه دي بشكل كبير جدا بتفيدني انا كطارق العاشر. السنه دي صراحه يعني من انجح المواسم اللي انا عملتها من بعد حرس الحدود. طبعا كان حرس الحدود السنه دي ليه؟ لان السنه دي فتره زمنيه قصيره، صحيح، من ساعه توليت، وده يعني مقدارها 5 شهور فقط لا غير. حرس الحدود انا قعدت معاه 11 سنه من 2001 لحد 2010 2011، فتم التدرج فيها بشكل جيد وتم التحضير فيها بشكل جيد. لكن نجاح في فتره وجيزه ديت يعني من فترات اللي انا بعتز بيها بشكل كبير جدا جدا جدا، وسعيد بيها جدا جدا، وان الحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى زي ما انت بتقول كده رجع لي يعني نوع من الحق اللي كان ضايع في شخص طارق العاشري. طارق العاشري الحمد لله رب العالمين من المدربين القلائل خارج النادي الاهلي ومحققين بطولات، والحمد لله رب العالمين زي ما بيقول احمد كل فرقه بنروح نتولاها بيبان فيها شخصية طارق العاشري التدريبية. وده المهم، ان كل المشاهدين يحسوا ان ورا الفريق ده في مدير فني بيدير المنظومة، انك ازاي توصل المتابعين النهاردة في كل مصر عارف اسلوب طارق العاشري، وده شيء جيد بالنسبة لي نجاح، لان انا فرضت اسلوبي على كل المنافسين. صحيح، وده الحمد لله رب العالمين بشكل كويس جدا جدا اللي قدرت اوصله. لكن الكلام ده ما بيتمش عشوائيا، بيتم الحمد لله رب العالمين بتعب، تنظيم، بوعش عشان توصل. خل حاجة تانية مهمة جدا، اللعيب لو مش مقتنع بيك عمره ما هينفذ لك شيء. لازم انت تصل لدرجة ان اللاعب يقتنع بمديره الفني. صح، او مدربه عشان تقدر تكسب قلبه وتقدر تكسب عقله. لو انت قدرت تكسب الاثنين دول يبقى انت هتطلع من اللاعبين شيء جيد جدا جدا، وده خلي بالك اللي عملناه مع فريق طلع الجيش. الولاد كانوا مقتنعين جدا جدا باللي احنا بالمضمون اللي كانوا بياخدوا، الحمد لله عمل معاهم مردود كويس، هم شافوه على الواقع، مش احنا بس، مصر كلها شافت على الواقع انك الفرقه تتنقل من الى في وقت قصير. اعتقد ده يعني شهاده ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لك في وقت قصير. السؤال اجابه نموذجيه من الكابتن طارق، بس انا عايز اجابه حماسيه. كابتن طارق شايفه مقدر ولا مظلوم في الكره المصريه؟ مظلوم طبعا. مظلوم طبعا. مظلوم دي يعني ساعات كنت بستغرب جدا ان الكابتن طارق ما يبقاش من المرشحين للمنتخب مصر المنتخب الاولمبي، في نفس في الوقت نفسه ان الكابتن طارق المدرب الوحيد اللي من بره النادي الاهلي والزمالك اللي اخذ بطولات. صحيح، المدرب الوحيد اللي اضاف للكره المصريه اللي دخل طريقه 4-4-2، اخذ بطولات 80% من اجمالي شغله ومشواره التدريبي ناجح. كنت قاعد بستغرب ان هو مش بيبقى مرشح، فحتى باجي اساله بقول له انت مش بتزعل؟ قال لي لا، انا يعني انا بحب ان شغلي هو اللي يتكلم عليا، ما بحبش ان انا اطلع اقول ان انا ليه مش مرشح ولا بيطلع. فقاعد مستغرب، فانا شايفه طبعا هو في مكانه الناس يعني في مكانه كبيره جدا، بس انا بشوف ان هو يبقى في مكان امكانيات الكابتن طارق وشغل الكابتن طارق وتعب الكابتن طارق. والله مش عشان والدي يعني، انا يعني بقول الحاجات اللي انا بشوفها بعيني. مع شهادتك شوف يا كريم، انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على تقدير الناس ليا. صحيح، وده اكبر نجاح. خلي بالك بغض النظر انا توليت او ما توليتش، في الشك طبعا اي مدير فني بينظر للتطلع، واكبر او قمه الهرم هو انك تمثل بلدك في منتخبات. لكن انا بيكفيني ان الحمد لله حتى الرجل البسيط لما بيقابلني في الشارع وبيتفرج على طلائع الجيش بيثني على طلائع الجيش. صحيح، بيثني على اخلاقيه طارق العاشري، بيثني على اداء طارق العاشري، بيثني يعني الكلام ده كله بيسعدني ان انا عندي رصيد
عند الاهلاويه، عند الزملكاويه، عند الاتحادويه، عند الاسماعيلاويه، عند المصرويه، على كل فئه الجماهير في مصر. صحيح. وده الحمد لله ده يعني ده مقدار حبك عند الناس، ده نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يدومها. لكن كونك انك تتولى، بزعل في ساعات كتير جدا، بزعل ان انا ما باخدش حقي كمدرب. في ناس كتير جدا طبعا بتاخد، يعني بمجرد انها تتواجد في الدور الممتاز بتعمل طفرات بتاخد حقها بشكل كبير جدا. انت بقول لك بحقق بطولات ومحدش بيذكرك، وفي استمراريه محدش بيذكرك. يعني دايما الناس اتحدث عن فكره انه في مدربين كتير طبعا موهوبين وكبار، بس ممكن يكون عامل طفره سنه ما تضمنش السنه اللي بعدها يعمل نفس الطفره ولا، وبيتغير فعلا غالبا، يعني انه السنه اللي بعدها ممكن ما يبقاش نفس الاداء. وفي مدرب عنده استمراريه، فاللي عنده استمراريه وعنده رصيد هو ده اللي بتبقى بتعتمد عليه. ما فيش شك، حتى على خارج القطر انا في ليبيا مع اهلي بنغازي عملنا طفره كبيره جدا. وتفتكر لما جينا من اهل بنغازي والاهلي والحق وخرجنا النادي الاهلي من دور ال 16 في بطوله افريقيا مع اهل طرابلس، خدنا بطوله الدوري هناك مع الهلال السوداني، كنا على قمه الدوري في السودان. فيعني المشوار الحمد لله رب العالمين، انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى المشوار بتاعي يكلل باللي احنا بدانا المشروع اللي احنا بدانا مع طلائع الجيش. هكون اسعد كمان ان انا لما كمان احول فريق طلع الجيش لفريق بطوله، منظومه بطوله. اذا تحول المشروع ده، وده يمكن لنا قالته مجلس الاداره، اذا تحول الفريق من مجرد فكره البقاء في الدوري الممتاز لمشروع فريق بيلعب على البطوله او المراكز المتقدمه، اعتقد هيبقى نقله كبيره جدا. اذا سؤالي القادم، خاصه كمان ان احنا مقدمين على مشاركه عربيه.